لكم فيديو جديد وعبارة عن فتح الصندوق العشوائي. اهلا وسهلا فيكم يا حلوين. اليوم هنعمل فكرة فتح الصندوق العشوائي. طبعا مو من الانترنت المظلم، يعني احنا اخذنا فكرة هذه وعجبتنا كثير وقلنا احنا بدنا نعمل زيها، فاحنا رحنا قلنا لمين؟ لعمتهم تعمل لهم صندوق. ايه ايوه، تعمل لهم صندوق عشوائي، هي تشتري كل الاغراض اللي فيه وتحط لنا اياه في صندوق. ايوه جذبت لنا اياهم. ايوه خليص. طبعا هي شافت الفكره وايش عملتها، احنا مش عارفه. ايوه احنا مو عارفين ايش جوا الصندوق. اسئلتنا بتكون اياها. ايوه طبعا هي خلطت بين الاشياء، يعني اكيد في ضحك يعني. احنا اصلا مبسوطين كثير. ايوه فلقيت احنا هنفتح الصندوق ونشوف ايش فيه. ايش في الصندوق؟ حاجة حاجة هنفتح، هنخلي اسماعيل يفتح حاجة ورهف تفتح حاجة ويحيى يفتح حاجة. وطبعا قبل ما احنا نفتح الصندوق ايش؟ أول مرة يشوفونا يروحوا يضغطوا زر اللايك والاشتراك ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا أي جديد عندنا بننزله. ويلا هلا نبدأ بفتح الصندوق العشوائي، خلوه بين رهف واسماعيل. يا ترى ايش فيه؟ ما تطلعوش. لا ايوه واحد. لا اصلا انا قلت لها تحطيهم كلهم بالاكياس عشان ما حدا يشوف حاجه. مين هيبدا؟ هلا هنبدا بيحيى. يلا هاتي الكيس. افتح الصندوق كويس. ولقيت فتحنا الكرتونه ويلا هلا هنبدا في يحيى. والله عم تقلها. شو ايش جابت؟ صغار. والله حلو. جابت لها. والله انه حلو. حلو. كويس انها هي حاطه العاب بالنص. في العاب. يلا احنا مو انا مو عارفه انه هي حاطه العاب. ينظر. يلا اشوف المسدس. اللي بحط الشوك طخ. والله طخه. انتوا مصدقين هذا طخ عليه. ايوه. يلا نشوف الحاجه الثانيه. رهف يلا. ايوه خذيها نشوف. رح بتختار. خذي اي حاجه يا رهف. يلا اللي يطلع بيدك. ايوه افتحيها انت. مزعج كيف. ايوه اللي ما بيعرف يقص. بسه. انتبه يا رهف. يا ترى ايش جوا الكيس؟ اندومي. حط اندومي. هم تحط اندومي. حط اكل. هذا حلو. لا بدي اطبخ وباكله. يلا خلص طلع لها. يلا دور سمعه. حظي. ايوه نشوف. يلا اسمع اي حاجه اللي يطلع من قدامك. يلا اسمعي. ايوه مزعوا يا سمعي. كلكم بدكم تستخدموا المقص. ما في كيس. مزع في الاسنان. لا مزع. ايش هو؟ ايش هذا؟ هذا سنة. انا ما اعرف. ايش هذا؟ ايش هذا يا رب؟ انا عارفه ايش هذا. ايش تتوقعوا؟ مسكة الجوال. ايوه ترايبود تبع الجوال. تابعي. طيب تبعك. هات اشوف هذا بفيدني انا. هذا لا هذا ترايبود تبع الجوال. يلا طيب نشوف حقي. هي عارفه ايش محتاجه. يلا حلو. حظي. يلا دورك يا يحيى. شوف بطلعها. يمكن تبعت بنات. شوف عم تقلها تبعت بنات. حلوه. هنحتاز هذه. جابت لوحة صبورة. يلا حلوة بس حجبها لنا كثير كيوت. ايوه يلا يا رهف حجبي. والله العظيم يا ماما مش حجبي. اي هذه ايش هذا؟ ورقة. امزع يا رهف. ايش هذا؟ هذا بتحطه في الحيطة؟ حتى اشوف؟ لزق عليه كاميرا. ايش هذا؟
مش إلي هذا، مش إلي. لا هو بتلزق. هذه شكله بتعرفوا إيش؟ تبعت الجوال بنحط فيها كروت، بنحطها بلزعة على الجوال بنحط فيها كرت أو فلوس. مش إلي. أيوة هذه لإلي. طب أنا أخذ حاجة تانية. لا خليها، خلص إحنا بدنا نشوف الأغراض اللي جوا. يلا دورك. نشوف الجواها. دفتر رسم. يلا دفتر رسم. دفتر رسم ميكي ماوس. يلا حلوة. شيء حلوة. لا حلو. نفس الأشياء اللي بحبها بالضبط خطرها مع الثانية. يلا يا يحيى. إيش؟ حتى شوف. حتى نشوف. عرفته. إيش هذا؟ إيش هذا؟ لعبة. لا هذا الأعمال اليدوية هيو الورق هذا اللي بنلفلفه وبنعمل منه أشكال. كتير حلو صراحة عشان تعمل منه أشكال هيو الوردة وردة. لا دوري دوري. لا كتير روعة. دوري. يلا هاتي يا هاتي كيس. يلا دورك. يلا متحمسة كتير. هذه يلا افتحيها. يلا افتحيها. يلا نشوف. صلصال جابت. بس احنا ما بنعرف ايش جوا. نشوف ايش جابت. صلصال كثير حلوه. جابت لها صلصال. جابت صلصال كمان حلو. حلوه منوعه عمته. للاطفال وللكبار. يلا دوري. هذه للكبار. هذه للكبار بيعرفوا. لا بنفعوا. لا لا انا بحب اشياء. يعملها يحيى يستخدمها. واو تبعت السياره بنحط فيها اشياء. هذه اللي لا حتى شوف. حتى شوف مرايا. فيها مرايا. ايوه هذه. لا هذه مقلميه اللي بنحط فيها اقلام. انتبه المرايا بس مش للمدرسه. هات نشوف. هات مش للمدرسه. للبيت. هيا للبيت. حلوه كثير. حطها على المكتب تبعك. حط فيها اقلامك. ايوه كل هذه الاشياء يا ماما. هلا دور يحيى. كيف اغراض عمته لهلا؟ والله حلو. والله بتنفع تعمل صندوق عشوائي عمته. لما حبوسها لما تيجي قولوا لنا اذا بدكم اياها تعمل لنا كمان صندوق ثاني ولا لا؟ ايه اعتقال. اوه كابتن. كابتن امازي انا مش هشتري فطمتك. اي يحيى طلع لك الاثنين لعبتين مرتين. وهي هذا سجن. وهذا سجن. استنى اسوي لكم السجن. هذا هيك وكمان اذا اللي بده يسجن. ثاني. حلوة حلوة كثير. في قناة الناس هم نايمين راح لزقوهم جنب الكنب ويوم كامل هم ماسكين ايدين بعض. ايوه طيب هلا يلا لما يكونوا مجرمين بيمسكوا هيك بيمسكوا هيك والشرطة واحد والشرطة واحد عشان ما يروح من عنده. ايوه صح. يلا هلا دور رهف. يلا نشوف الاغراض اللي بعدي. سبحان الله الاشياء هذا لفلي فلافلي لفلي الاشياء. أحسن تكون حاطة حاجة مو حلوة. ممكن جربين. مسكير مسكير مسكير. حلو بس حلو. أنا جديد حلو. حتى شوف شكله. نعم نعم. والله حلو حلو. مرسوم عليه مانكي هيو. أيوة مانكي هذا بنشوفه كثير. أيوة يلا دوري. والله أشياء حلوة ما شاء الله عليك يا عمتو. يلا قولوا لنا في التعليقات اذا بدكم ايانا نعمل كمان صندوق عشوائي وتكون عمته هي اللي عامله لنا اياه. صح. اكتبوا لنا اذا بدكم ثاني. يلا بنحبها كثير عمتي. ايوه يلا دورك. ايش هذا؟ يمكن محارم. باين عليه محارم. يلا حط لنا النظافة الشخصية كمان من ضمن الموضوع. كل واحد عنده حاجة من النظافة الشخصية. لا حلوة حلوة. طيب هاي محارم. محارم. كيس فوق كيس. افتح. لا كيس واحد بس مربط الكيس نفسه في. ايوه نشوف ايش جوا. شاي. شاي خالته ايه؟ والله تعالى اعزمكم على على شاي. ايش
ايش وجهة النظر؟ ايش وجهة النظر؟ هذا شيء لإلي، بس أنا بحب ليبتون الصراحة. لا هذي لإلي عشان لازم هذا لا 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 هذا أنا لازم أشربه إن شاء الله يعني. هذا إجا بالصندوق الغامض. يلا دور. يلا هلا دور. رهوفة نشوف إيش هو. بيت لازم بني. إيش هو؟ إيش هذا؟ وين عيد فرحة؟ لا مش عيد فرحة. ساعة. ساعة ولا بدي ساعة والله جدتني ساعة. أشوف؟ 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 واحدة ثانية من ديتي. أشوف؟ رهاف خذي. عم تجيب ساعة. لا لا عندي ساعة أولاد. لمين؟ بدك اياها يا سمعة؟ خلاص؟ بدك اياها يا سمعة؟ خذ يا سمعة. ما أنا واو بحب النار. أيوة حلوة كثير صراحة روعة. يلا هات نفتحها أو إحنا ليش ما فتحناها؟ يلا دورك مين دور مين هلا؟ دور سمعة. هات افتحها. أيوة هو فتح صندوق عشوائي مو أغراض بالضبط لكل واحد عشوائي. إحنا بنختار أي حاجة. يلا افتح. مهم إنك عرفت شو هو؟ ما بدي إياه وما بدي إياه. أعمل يدوية ها ها ها. والله حلو بستفيد منه أنا. نحن كمان إحنا يا سمعة نستفيد منه. إحنا هلأ ما بنعمل أعمال يدوية إلا في المدرسة. أيوة كتير روعة هاي والله كتير روعة يعني عن جد عن جد أشياء حلوة. في قناة هابي كيدز بنفع قناة هابي كيدز عملنا هيطلع لكم أيوة بنفع بنفع نعمل فيروسات فيه صح. يلا بس حلو كتير طلع فيه. أيوة كمان هاي الساعة احنا ما شفناها هذه هي. انا اجربها علي. حلوة كثير صراحة. فتحناها. كياس كثيرة. أيوة. كياس كثيرة. يلا دور مين هلا؟ دور يحيى. يلا دورك سير. ايش هذا؟ كريم انا عارفة. والله والله كريم. ايش هذا؟ كريم هذا كريم لا هذا الكريم كثير حلو للاولاد. كريم الشعر كثير حلو. دقيقة يا ولاد هذا شوفوا جميل جميل جميل. ايوه هذا ايش هذا؟ جميل ويت لوك. يلا هاي عمتو جابت لكم وكريم للشعر كمان. يلا كثير حلو. يلا نشوف رهف. لا بديش هي. لا افتحيها خلص طلع لي. يلا افتح صندوق عشوائي. صندوق عشوائي اللي انا واخويا. ايوه انا فكرت الكريم طلع لي اشياء. اوه تنس كره. والله حلو كره مقلطية كمان فلافي. والله حلو كثير صح. انا اشياء دورك يا سمعة. ايه يا ماما يا جد ومعجون كمان. والله النظافة الشخصية اوعوا تنسوا تفرشوا اسنانكم قبل النوم صح؟ اه هتغسل وعاءكم نظيفة جدا 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 قوي. كيف الساعة؟ لازم ننظف اسنان قبل النوم. والله انه صندوق والله انه صندوق عشوائي روعة الصراحة. ما الله محال. شوف الساعة يا ماما. يلا 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 ضريحي يا يلا نشوف ايش؟ رجلي شو ممكن يطلع على جيلي؟ 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 واو لذيذ. يلا اصلا نفسي اكل جيلي. جيلي يلا وزع لنا. جيلي جيلي اللي هيو جيلي. جيلي ايش؟ جيلي الكيكة. الجيلي زي الجيلي. يلا افتح لنا انا بدي واحدة. وانا بدي واحدة. كلنا بدنا وحدات. وانا هنا. شحاتة عبالي. داري. وهلا بعد ما اكلنا جيلي يلا نكمل. في اغراض كثير. هذا ايش في؟ ايش هذا كيس صغير ازرق؟
سماعات الجوالك عادي أشوف؟ اثنين دخلته سماعات جوال أنا محتاجاها وماما كمان بدها واحدة هي جابت لماما. هي جابت اللي إحنا محتاجينه الصراحة لماما أيوة لماما وهذا لماما ما حطلنا منها أشياء فحطتها في الصندوق العشوائي يلا مشي خبيث يلا دورك يا سماعة شاي محرك هجد له يلا افتح نشوف ايش هادي ايش هادي واو 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 استنى اشوف اشوف ايش رسم انا عرفته إيه؟ اللي بتحطها الصورة بعدين بتشيله اشوف الوان الوان ازاز الوان ازاز كتير روعة كتير روعة صراحة هات اشوف جليتر عليه ايوه صح كلامه كثير روعة أروان الإزاز يلا عشان تعرف بس حلوة الأغراض ولا لا حلوة كثير يلا كويس يلا دور يحيى هذا والله هذا اللي خلته محتاجاه خليني محتاجاني اللي انت محتاجاه ايوه تبع الفيروسات لا انا طلبته من عمته صح انا طلبته من عمته إلهام شوف كيف يلا انت طلبتيه من حظي هذه هي ايش اسمها هذه وهذا هدية المهم هذه تستخدم للأعمال اليدوية كمان هدية إلك يا ماما هذه هدية إلي هذه لإلي ودوري دوري يلا روعة يلا دورك يا رهوفة هي دفتر دفتر ملاحظات واو حلو للبنات حلو أشوف للبنات جايبها هي جايبها للبنات والله أنت معتقلة بتهمة جايبها للبنات يلا يا رهوفة من نصيبك يلا دوري دورك يا هاي هندوم وهاي هذا وهاي هذا والله انك رهيبة والله صندوق عشوائي روعة لازم نخلي هات اشوف الشبس شبس حلو يلا افتح لنا اياه ناكله يلا هلا دور كيس يحيى ايش هذا؟ لا انا حاسبه انا حاسبه حلوه هات اشوف والله انا حاسبه كل الاشياء اللي محتاجينها جات هات اشوف شفت عجبني حلو بالمره انا حاسبه صغيره بتحتاجها والله كثير روعه يلا اشياءك روعه الصراحه يلا نشوف حاسه ساعه ثانيه يلا افتح نشوف حاسه ساعه ثانيه والله انا ماني عارفه اشوف حاسه زي هذه برضه طب نشوف يلا كل واحدة بكيس معقولة؟ واحدة تانية؟ مش معقولة ايه واحدة تانية؟ عادي واحدة ماما دوري نفس النوع بالظبط حلو نفس النوع بالظبط دوريتوس حطينا أكل كمان واحدة إلك خذي روعة صراحة أشياء روعة يلا خلص؟ خلص الصندوق العشوائي كيف أغراضه؟ كيف أغراضه؟ والله إنه صندوق بيستاهل كم؟ عشرة من عشرة طب زي ما إحنا حكينا لكم إذا أنتوا بدكم يعني نعمل كمان صندوق عشوائي وتختار لنا يا عمتهم اكتبوا لنا بالتعليقات أنا صراحة عجبني أنا نفسي تعملي واحد لإلي أنا وأنا أختار وأنا أشوف إيش المفاجأة اللي عاملة لي إياها خلص فيديو بس هذا كان فيديو اليوم وإن شاء الله يكون عجبكم وتساعدوا فيه وبس هو هذا كان فيديو اليوم نتمنى إنه يكون عجبكم طبعا لو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم أي جديد إحنا بنقدمه وبس ومع السلامة وبنشوفكم في فيديو